من يفتتح يوما بصلاة الفجر ودعاء العاهنة ودعاء الصباح، وهناك من يفتتح يوما بقراءة أخبار تافهة وبملاحظة رسائل الجوال قبل أن يقوم من منامه. هذا الإنسان يفتتح صفحته بماذا؟ يعدد: فعلت كذا، صنعت كذا، فعلت كذا، إلى وقت النوم. لما في وقت النوم هذا؟ لما اختير هذا الوقت بالضبط؟ هناك بعدان. البعد الأول، يقول زين العابدين عليه السلام: إن يا ابن آدم إن لك ملكا يكتب في صحيفة أعمالك. ملك يكتب، فاملوا أولها خيرا، يعني هذه الصحيفة املأ أولها خيرا واملأ آخرها خيرا، فإنه يغفر ما بينهما. إذا الإنسان بدأ يوما بقراءة قرآن، بقراءة دعاء، بصلاة، وأنهى يومه بمحاسبة. المحاسبة تضرع لله، المحاسبة استغفار، المحاسبة رجوع إلى الله، هذا خير. يقول زين العابدين: إذا رأت الملائكة أن أول صحيفتك اليوم هي خير وآخرها خير غفر لك ما بينهما. وغير الإنسان لا، مستجار بالله، ختم يومه ونام وهو مصر على الذنب، وهو مصر على الخطيئة، فإنها ستسجل أضعافا عليه.